مرحب فيكم مشاهدينا من جديد. قام صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة بافتتاح فندق موفنبيك امباسادور أكرا في غانا بحضور نائب رئيس جمهورية غانا السيد جون دراماني مهاما، حيث بلغت قيمة إنشائه 120 مليون دولار. كما حضرت الافتتاح الأميرة أميرة الطويل نائبة رئيس مؤسسة الوليد بن طلال الخيرية. ويضم الفندق 61 غرفة تنفيذية مع صالة مخصصة ساعة إلى 15 جناحا صغيرا وجناح رئاسي بمساحة 350 متر مربع، أجنحة على الحدائق وحوض السباحة. ويعتبر الفندق معلم تاريخي ووطني. يذكر أن شركة المملكة القابضة تملك حصة بنسبة 33.3% في فندق ومنتجعات موفنبيك، والتي تقوم بإدارة فندق موفنبيك امباسادور أكرا في غانا. وننطلق أو ننتقل إلى لبنان، حيث هواة القراءة والمطالعة على موعد الكتاب العرب على مدار عام، مع انطلاقة معرض بيروت العربي الدولي للكتاب في دورته 55 برعاية وحضور رئيس الحكومة اللبنانية وسفراء عرب وأجانب تقدمهم سفير المملكة العربية السعودية في لبنان. خلينا نتابع مشاهدينا هذا التقرير من بيروت للزميلة كريمان هاشم. مكان تعبق أروقته دائما بشذا الوجدان العربي، ليبقى معرض الكتاب منبرا ومكانا للتلاقي بمشاركة 8 دول عربية، 180 دار نشر لبنانية و53 دار نشر عربية. أما مشاركة المملكة العربية السعودية فتعتبر من أهم المشاركات. يعني هذا طبيعي أن تكون المملكة العربية السعودية هي الوردة العطرة في هذا المعرض الثقافي في بيروت. أنا أعتقد أن السعودية على الدوام كانت مساهمة في هذا المعرض، وهذا ليس غريبا على نشر الثقافة ونشر العلم ونشر الكلمة الطيبة بين الجميع. رسالتي أولا رسالة الوطن، ما أشاهده اليوم من مشاركة سعودية يجعلني أفتخر كسفير في بيروت، وما أشاهده أيضا من وفود كثير من المفكرين السعوديين والكتاب للمشاركة في هذا المعرض يعكس مدى اعتناء السعوديين بالثقافة، وأيضا التطلع إلى مقابلة نظرائهم من الدول الأخرى الذين يشاركون في هذا المعرض ليتشاركوا في الرأي. معرضنا هاي السنة طبعا بيغطي كل الأحداث اللي صارت خلال هاي السنة. في شغلة إضافية كانت ملفتة للنظر اللي هو موضوع التوقيع الكتب. السنة الماضية كان عندنا 240 توقيع كتاب، هاي السنة تخطينا 300 توقيع كتاب، وهذا إذا بيدل على شيء بيدل على غزارة الإنتاج الثقافي في لبنان والعالم العربي. الملحقية الثقافية في لبنان تشرف على هذا المعرض الذي يشارك فيه 14 جهة حكومية من المملكة العربية السعودية، إضافة إلى بعض الفنانين التشكيليين ومجسمات للحرم النبوي والحرم المكي الشريف والحرم النبوي الشريف، إضافة إلى مجمع الملك فهد المصحف الشريف والذي يوزع مجانا على الزوار. أيضا لدينا مجموعة من الأدباء والمفكرين والشعراء السعوديين يشاركون في برامج ثقافية لهذا العام. ما طرحته في هذا المعرض هو تجربة تعتبر هي جديدة في طرحها، القصيدة واللون، وهي مزيج كبير ما بين لغة الحوار لدى الشاعر في كتابته القصيدة وكذلك لغة التعبير لدى الفنان التشكيلي. مشاهدينا فاصل قصير ونرجع لنختم حلقتنا اليوم، خليكم معنا. We'll be right back.